والحر واش ما جاك الصاد؟ انا تنموت سيدي وتنوض جيب لنا ديك الفرفار وعروقاتي تتساكف. ما تقول هذا شهر اكتوبر الفرفارة؟ اين فرفارة الحاج؟ حاجة شتك تدخلي وتخرجي عليا في الهضرة. الفرفارة ما عارفهاش 30 عام هادي وانتي معاشراها ولات بحال بنتك مريم. ونوضي جيبي الفرفارة يلا فين خزنتيها؟ الحاج ما تغوت ما والو عنجيك اخوي الصراحة الفرفارة راه خزنتها في الكرتونة كي ديما ولا اني جا مجيدو وهزها انا حصلتو والله ما عالم على شي حاجة. قلت له فين غادي بهاديك؟ قال لي غادي نبيعها غنبيعها بزبالة ديال الفلوس. قلت له ودي خليها راه عندها 30 عام شكون اللي غيشريها من عندك؟ قال لي الوالدة انا عارف فين غنديها غنديها لبلاصتها هادي راه غيعطيوني فيها 80 ولا 100000 ريال. والحاجة واش متيقنا هز الفرفارة ديالي باعها ولا؟ والحاج ورا باعها وخسر فلوسها لما في خباركش باش سافروا ورا بفلوس الفرفارة. قال لك حقا ما يمشيش سيدي مع مرتو بجيبو خاوي. ايه ما يمشيش بجيبو خاوي يمشي على ظهر الحاج. واش هذا دابا مسطي ولا تيسطع عليا يبيع ليا حوايجي انا باش يسافر هو؟ وانتي نوضي عيط ليا على المسخوط ولا اني كلشي هادشي بتحت راسك. انتي ساكتة باع الفرفارة وتسارب فلوسها والحاج فدار غفلون كل ما ضرباتناش هاد الصهدة هذا وبغينا نتبردو وعرفتيش تيجيك مليح. والله اليوم وما حضرت الفرفارة للدار لا جلستي فيها لا انتي ولا هو ولا مرتو قليطة وزيدوا عليكم تداك المشحوم ديال الكلبة. يعني على الشيطانة هي الحاج غتجري على الدار وما فيها على وديك الفرفارة واللي سمع الفرفارة يقول هنا نبات وهي مسكينة ما تتبردش تراسها. يا الحاجة دابا انا حوايجي يبداو يتباعوا ونسكت. واش الفرفارة شاريها ليا بواك؟ جبتيها ليا معك في الصداق؟ شاريها ليا داك الشفار دخوك؟ وفرفارتي بغيتها هاد العشية تحضر كلمتي ما تطيحش الارض. جات الفرفارة تباركت الله ما جبتوش الفرفارة اليوم باليمين لبات عندي شي قنطوح فيكم. واجي بعدا قولي لي هاد مشيدو قاليطة ياك قالك غادي غيدوزو العرس ديالهم ويمشيو في حالاتهم للرياض ديالهم واش نتوما دابا السيمانة التانية هما لاصقين فيا ياك لاباس؟ واش انا تزوجت باش نتهنى منه ولا يلصق فيا؟ ها هو اليوم باع ليا الفرفارة غدا يبيع ليا الماريو بعد غدا يبيع ليا الناموسية وغيخليني على الدص. يلا نوضي وتقعدي وتقعدي كلميه ليا نفاريها معاه اليوم ما عندي ما ندير به. هاد الفرفارة هي اللي غتحد الباس يعطيني اتساع هو ومرتو وكلبو اش بغيت بيهم انا؟ وانا كتواحل معاه هو بوحدو غنوحل فيه وفي المرأة وفي الكلب. يلا نوضي نوضي كلميه. يا مجيد يا مجيد يا تكلم لبواك. يلا نوضي جمع لي الوقفة خليني نهضر معه راجل للراجل. انت قول لي يا مجيدو اش خبيرت الفرفارة فين هي فين ديتيها؟ قالت لي امك بعتيها ومع من تشاورتي ودابا الشغل ولا شغلك وليتي تبيع لي حويجاتي باش تعمر جيابك ومن اللي ما قادش على الزواج اش داك ليه؟ والوالدة اللي برقات ليك ياك هادشي عم دور معاها بميتين درهم ولكن انا غنصب ليها النصبة معاك. والوالد وراه هي اللي عاونتني وعطاتها ليا وقالت لي سير دبر على راسك ما تبقاش ولدي واقف مع المرأة وجيبك خاوي. واجي نقول لك الوالد دابا ديك الفرفارة والعام كله هي مخبية يالله تنجبدوها شهرين شهرين اللي تتخدم في العام كامل. اللهم نعاون بها راسي وربعتها بيعة زوينة الواليد وان شاء الله العام الجاي ندبرو في وحدة ونقضيو بها. ودابا راه اصلا الا درتي الفرفارة راه غيضربك البرد الواليد راه دابا الصهد دايز واش الصهد ديال اكتوبر تا هو صهد. واجي نقول لك
الفرفارة تتخدم غا شهرين وفيها الخير، وشوف راسك تا اللي العام كله 12 شهر، الشهر ينطح الشهر، وانت طاوير كبيك خدام غا على القص. الوالد وانت وقت ما هدرتي تتعايرني بماكلة كرشي، وراحت ما عندي الزهر فيما مشيت دبرت على شي خدمة تنخدم نص نهار وتيجريو عليا تيغيروا مني الوالي، تندخل تنهنت ليهم الخدمة صافي تيوليو عندي الحساد من الدقة الأولى تيدبروا لي على شي بلان تيخرجوني. وخلينا من هاد الشي الوالد، عرفتي انا دبرت دابا على واحد الهمزة واعرة، عرفتي دابا هاد الفرفارة الوالد وبعتها بالزبابل ديال الفلوس، عرفتي دابا الوالد تا هاد الدار هادي هاد الاتات اللي فيها كله فايت 60 عام، عرفتي غيجيب لنا زبالة ديال الفلوس، اعطيه ليا وعاد شوف ولدك غيولي مليونير. طحت على واحد الشيباني واحد القاوري وما تيعقلش على الفلوس، باغي غا داكشي القديم الوالد. ايوا على هاد الحساب ملي غتكمل مع الاتات بيعني انا وامك يحطونا في المتحف. والحاجة والحاجة واجي تسمعي ولدك وباغي يعريني باش يولي مليونير. ايوا والله ما عطيتيني اتساع انت وديك الصفرة ديال مرتك، يا حتى نوريك خيزوم حلاها ودية مجيدة. يلا دوزتو جوج سيمانات الله يجعل شي بركة، عطيوني اتساع خليوني ارتاح. الحاجة والحاجة واش هنا نتفاسر معاك؟ يا الحاج عام سيري الله يجعلك ترقدي عام وما تلقاي اللي يوقف معاك، تلقاي غا مجيدو ما يقتلك ما يحييك. وديما حاقرني يا الوالد ولكن ما عندي من سالك رجولة شديتيها قيطي باش تعلم تديرها مع مجيدو. انا الحاج هانا يا مالك اخويا جالس تدعي وتحط حداك، اش درت الحاج ياك لاباس؟ تدبحيني يا الحاجة تدبحيني وانا تنشوف بعويناتي، وليتي متفق عليا انت ولدك دايرن عليا هنا عصابة تتبيعوا ليا في حوايجي. ايوا ومدور معاك وعاطيك رزقك اللي جاك وجالسة تريقلي عليا، اداها حقها وخرجها بلا خباري وانا ما سقت خبار، اش تقولي في هاد الشيء الحاج؟ والحاج انا يهوديه وسلمت ما بينات يديك، والله اخي ما بغيت نشدها هو يحلف وانا نحلف، قلت له والله ما نترقى بلبوك على الغدر. ايوا في الاخر يا اخي شديتها، كنت ناشفه ما عندي تا ريال وهي هكاك زرقات التغاغه. ايوا الشيطان الحاج الشيطان. واش غنقول لك يا سيري الله يتشدك لفعة انت ولدك. يا قاع ما تقلقاه يا الحاج، انا عاطيه شي تكاشط ديالي من ايام عرسنا، غيبيعهم اخيي ونشد فليساتهم ونرد لك 4000 ريال ديالك، والله ما تبقى على رقبتي. ايوا انت يا وليدي يا مجيدو الا بقات فيك ها وجهي. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، الشفافريات يتقاتلوا على رزقي قدامي وانا تنشوف. والله ودي الحاجة كل ما حشمت على عراضي حتى نجيب لك البوليس انتي وولدك تمشيو فين تربيو.